كثرة الفراغ وأيضا من قلة العلم، ويظنون أنهم يبلغون بهذا مبلغا عظيما عند الناس. والله إن من سقط من عين الله، وكلمة من سقط من عين الله وردت في حديث وإن كان فيه ما فيه، ولكن أتى بها السلف يعني من باب التنبيه، من سقط من عين الله أراد بذلك أن يتقرب إلى الناس فإن الله سيسقطه حتى من أعين الناس. يعني من الفراغ أن الإنسان يمسك بجواله في أي مكان ثم يتحدث. يعني نحن بين بليتين، إما أن يتحدث من باب التنكيت كما يقال وإذا به يأتي بالطوار، أو أناس نصبوا أنفسهم علماء أو طلاب علم ويتكلمون في أحاديث موضوعة وفي آثار مختلقة وإذا بهم يرسلونها إلى الناس. ولذلك مسعر بن انكدام الذي تحدثوا عنه فيما مضى ماذا يقول؟ يقول ابن الأثير عنه، يقول: والله إن مسعر ليتمنى أن ضرسه قد قلعت وأنه لا يسأل عن حديث، يريد الفكاك. حتى قال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول وددت من المودة، من خالص الحب، يقول: وددت أن الأحاديث قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت حتى لو أسأل، لكنه يخشى من كتمان العلم. ومع هذا كل بعض الناس يفعل هذه الأفاعيل، فلنتق الله عز وجل ولا تكن هذه الوسائل أبواب شرور علينا. وفيما في العقيدة